طيب نروح لعالم السوشيال ميديا وأبرز التغريدات اللي اخترناها لكم اليوم كانت الأكثر تفاعلا على منصة تويتر. أول تغريدة من حساب عبد الله العلاوي، وأنا صراحة أشوفها من أجمل معاني التضحية اللي تتجسد في هذه التغريدة. كتب عبد الله في تويتر: قبل 26 عام أمي وقفت دراستها عن شهادة أولى ثانوي لتتفرغ لتربية صغارها، وبعد كل تلك السنوات عادت أمي لمقاعد الدراسة، واليوم أنهت آخر اختبار لها بالجامعة بتخصص إدارة الأعمال. مين قدك يا فضة؟ صراحة يعني قمة الوفاء في هذا الكلام اللي كتبه عبد الله عن والدته. نبارك لها النجاح مرتين أكيد. أول مباركة لفضة والجميلة فضة بنيلها درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ألف مبروك النجاح. وأكيد الثانية نبارك لها على التربية الصالحة لأولادها، وأتمنى فعلا أنها تكون قدوة لكثير من الأمهات اللي استغنوا عن دراستهم من أجل تربية أطفالهم، وكانت تضحية كبيرة جدا من الأمهات. شكرا شكرا لكل أم. إلى خبر آخر أيضا معنا لليوم، هي دراسة صراحة أخذناها من حساب خبر عاجل: كل الناس اللي يحبوا الأكل بالفلفل لازم تركزوا معنا في هذه الدراسة. الدراسة إيطالية طبعا شملت 22,811 شخص على مدى 8 سنوات، وأكدوا منها بأن الأشخاص اللي كانوا يتناولون الفلفل الحار بانتظام ودوريا 4 مرات في الأسبوع وأكثر كانوا أقل عرضة للموت بسبب النوبات القلبية بنسبة 40%، وأن خطر الموت بسبب اضطرابات الدورة الدموية في الدماغ انخفض كثير. يعني إيش؟ يعني يا جماعة الفلفل بالنهاية طلع مفيد حسب هذه الدراسة، ولكن لازم تنتبهوا لأن الفلفل ممكن يخرب أشياء ثانية كثير مثل القولون ومثل المعدة، ودائما نقول إذا الشيء زاد عن حده أكيد راح ينقلب ضده. إلى التغريدة الثالثة من حساب الأستاذة هبة القاضي، صراحة كتبت كلام جميل جدا، يعني حلو أنكم تتأملوها بس. فكتبت: دائما ما تقوم المصورة الاحترافية سوغاتا سييتا بتصوير الأزواج الذين مضى على زواجهم عقد من الزمن، حيث تطلب منهم أن يتصوروا أو يتصرفوا كمخطوبين من جديد، وترجع تأخذ لهم صور جديدة وتكون لحظات رومانسية جميلة جدا، والنتيجة بتكون صور ساحرة وتبهر وتحرك القلوب في نفس الوقت. صراحة يمكن من أجمل الصور اللي نشوفها كثير منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لما نشوف شخصين كبار في السن وبينهم مشاعر جميلة جدا، من مشاعر الحب، من مشاعر الامتنان، مشاعر التقدير تتجسد في هذه الصور، فلازم نتعلم منهم بالنهاية. شكرا أستاذة هبة القاضي لتذكيرنا في هذه الصور واللحظات الجميلة جدا. وبكذا انتهت أبرز التغريدات معنا اليوم.